50 مليار يعني انت عندما تكتب مثلا على شوف اطلع يعني عندما تكتب على واقع الثقافه او قصائص الثقافه في الشركات اليمنيه قبل ما تكتب قصائص الثقافه الشركه اليمنيه لازم تتناول مفهوم الثقافه قصائص الثقافه ابعادهم السن تشرحهم البعد الاول الذي يهتم مثلا يعني بالمجموعه مقابل ايش الفرد وتحصل كتب كثير كتبوا عنه مشتروا من قاعد والبعد الثاني من قاعد والبعد الثالث والبعد الرابع وهكذا بحيث انه يخرج عندك ايش يخرج عندك مجموعه من المراجع بحيث يكون بحث ايش متكامل هذا خيار الخيار الثاني ممكن تصممه سمارة السيديا بناء على هذه الابعاد بناء على هذه الابعاد وتوزع معمل التحليل بدون قاعده نظريه يعني النظري الشيء فقط تعرف ايش تعرفة الإجراءية للمصطلحات فقط ايش تعريف الثقافة ايش تعريف ابعاد الستيت الخمسة وخلاص وهذا هذا فانتم اختاروا اي نشاط ممكن يكون فردي ممكن يكون ايش جماعي جماعي بحسب الحساب ادو جماعي يعني في اشخاص من غير الشيء فردي نعمل فردي نلبي كل الرغبات يعني واضح احنا بصراحة جماعي يعني الامر يعملهم يعني جماعي سن. نواصل بقية الباب أخذنا طبعا في المحاضرة الماضية أبعاد هوبستيد بدأنا بالنظرة الاجتماعية النظرة الاجتماعية اللي هي تعني ايش؟ اعتقادات الشخص حول الأهمية النسبية للفرد مقابل ايش؟ مقابل الجماعة الأهمية اعتقاد الفرد لأهمية الفرد بمقابل أهمية ايش؟ الجماعة طيب إذا هنا هو قسم العالم إلى ثقافتين ثقافة تهتم بالفرد وثقافة تهتم بمن؟ بالمجموعة ويوضحنا عن كده السابق يعني هنا الثقافة حسبنا الثقافة الغربية والثقافة الشرقية طيب ما هي خصائص الثقافة التي تهتم بالفرد؟ خصائص الثقافة التي تهتم بالفرد ايش؟ الثقافة التي تهتم بالفرد. الاتصال السياسي والجغرافي. لا لا يعني أنا شيء أول شيء خصائص الثقافة بشكل عام بعدين أنتم بتسقطوها هنا على الشركة. إيش خصائص الثقافة التي تهتم بالفرد؟ يعني تخلي الفرد في مقدمة اهتماماتها. الترابط الاجتماعي كيف بيكون؟ الترابط يعني العمل الضعيف، الترابط الاجتماعي هنا ضعيف. ضعيف لأنه مهتم بالفرد فقط، طيب ايش معنى بالفرد؟ معناها انه الشخص مسؤول عن عن الزوجة والأبناء فقط. ايوه. ما لهش علاقة بالأقارب، بالأهل. نعم، وبالتالي هنا بيكون الترابط الاجتماعي ضعيف أكيد. يقدس العمل أكثر من العلاقة. العمل أكثر من العلاقة. بس هنا في له ميزه انه يعمل عمليه ايش؟ التوازن. التوازن ممكن طبعا. التوازن بين الاسره وبين حياه ايش؟ العمل. بعكس الثقافه الاخرى الجماعيه دائما يعني العمل يكون في مقدمه اهتماماتها ويطغى احيانا حتى على ايش؟ يختار على الاهتمام بالاسره. يختار الكفاءه على الاستبناء او الدنيا او القلبه. نعم الاستقلاليه هنا الفرد. عندما نقول الثقافة التي تهتم بالفرد معناها الفرد يعطى له استقلالية تامة يعطى له استقلالية تامة وحرية ايش؟ وحرية التصرف حرية التصرف ايوه لكن بالثقافة الجماعية لا يزال الفرد تزال العائلة هي التي تهتم بالفرد هي التي تهتم بالفرد نعم القرارات التي يتخذها الفرد في الثقافة الفردية يكون قرار فردي من اسمه قرار فردي بدون مشاركة العائلة لكن حر قرار حر نعم لكن المجموعة لا يمكن أن يتخذ القرار يعني الشخص قرار فردي بدون ما يرجع إلى إيش إلى العائلة يكون هناك سهل لتكون العمل أكثر من الجماعة يعني ممكن يعني بدون بكل سهولة نعم شوف أنتم عندما تدرس هذه الخصائص كيف تطبقها يا شباب؟ أنت تأخذ كل نقطة من هذه النقاط وتسقطها على أرض الواقع. يعني إحنا عندما نقول القرار الفردي بدون مشاركة معناها بيكون في المنظمة يعني الشخص مستقل بالقرار. معناها بيكون في حرية
الاتيان يعني حريه التصرف للموظف معناها يعطى تمكين في الثقافة التي تهتم بالمجموعة لا يمكن أن يتحدث القرار فردي إلا بمشاركة العائلة بمعنى هنا القرار سيكون إيش؟ جماعي مركزي أو قرار جماعي طبعا شو خلي بالك إحنا نشوف مثلا نقول في المشاركة المشاركة يا شباب مشاركة الموظف في اتخاذ القرار أصبح مصطلح إيش؟ قديم مشاركة الموظف في اتخاذ القرار ما يعنيش انه خلاص حد يعني تم الاخذ بآراءه ومقترحاته لانه ظهرت مفاهيم جديده مثل ما وضحناها لكم بالسابق المشاركه ثم ظهر الاندماج الوظيفي ثم التمكين الاداري يعني اصبحت المشاركه يعني مصطلح قديم ما الفرق بين هذه الثلاثه المصطلحات ماذا تعني المشاركه وماذا يعني الاندماج وماذا يعني التمكين؟ شوف الآن إحنا الآن المصطلح الحديث هو التمكين الإداري. المشاركة إذا قالك سؤال المشاركة المشاركة من مبادئ إدارة الدولة الشاملة أو من مبادئ الإدارة الحديثة أنت تعمل إيش هنا؟ تقييم على لأنه المشاركة من يعطينا الفرق؟ المشاركة قد يكون شريك وليس له قرار، يعني ما يكون عنده قرار، يعني الشريك قد يكون معين، قد يكون بالنسبة يعني ما فيش تمكين أو دم، يعني ما يملك له أصل. شوف مش أعطي لكم الفرق بين المشاركة والانتماء ثم بعدين نوضح التمكين على الإدارة. شوف أنتم الآن على سبيل المثال الطالب، أنتم الآن معي بالقاعة بحضركم قيام، معناها كلكم مشاركين. كلكم مشاركين معي. لكن من هم منكم المندمج؟ معي في المحاضرة، أنت مركز. أيوه. هنا في المشارك عدد من وقد أقول لك أنا عرفتم إيش الفرق بين المشاركة أيوه قد أقول لك في ضعف يعني أنه المشاركة كلها هذه المشكلة نعم المشاركة ممكن أنت كمدير تدعي الاجتماع يحضر الموظفين لكن ما يقدمش إيه ما يقدمش إيه مقترح ما في تبع المشاركة شاركتم أنت في اتخاذ القرار لكن من هو المندمج؟ المركز اللي يقدم الآراء المطروحة الأفكار الآراء المطروحة يكون عنده مبادرة أيضا بطرح الرؤى والأفكار والآراء وهكذا يعني بعدين ما يقطعوش أي رأي في المؤسسة إلا بعد ما يأخذوا إيش رأي الشخص هو مسؤول مثلا عن الإدارة هذه هو مسؤول مسؤولية كاملة ما يتخذوش أي قرار إلا بناء على إيش على رأيه هو رأيه لازم يأخذه خذ بنظر إيش الاعتبار هذا هو الاندماج لكن المشاركة لا الاندماج في فرق يعني الاندماج إنه التملك النفسي نعم إن أنت يعني الشعور الملكية النفسية تشعر إن الوظيفة هذه تمتلكها الحضور النفسي تشعر إنه تمتلكها يعني اندماج يعني إنه يد بجد أو يعني تكون قراراتك مؤثرة في كافة العمليات التشغيلية والعمليات الإدارية هذا ما يخص المشاركة والاندماج وضحنا هذا لكم يا شباب المشاركة مثل ما قلنا لكم بشكل مختصر إنه الموظف يكون مش مركز في عمله ممكن يشارك ممكن كذا يمكن يشارك جسد بلا لكن يساهم لا يساهم لكن الاندماج يكون له مساهمه له مساهمه للفاعل فعال طيب هذا مصطلح حديث شافوا انه الاندماج ايضا ما ينفعش يعني جاء التمكين الاداري التمكين الاداري هذا يعتبر يعني مفهوم اشمل من مفهومين ايش صار ماذا يعني التمكين الاداري؟ الاستقلالية يا دكتور الاستقلالية في اتخاذ القرار نعم إنه الموظف يعطى الحرية والاستقلالية باتخاذ القرار ويساءل على القرارات التي يتخذها دون الرجوع إلى الإدارة العليا يعطى لك حرية أنت مسؤول عن تصرفاتك عن قراراتك وتساءل في حالة وجود أي إيش؟ خلل أي مخالفة يعني تتحمل المسؤولية مسؤولية القرارات التي تتخذها. طيب هنا عندما نحلل شو المفاهيم نشوف إنه empowerment التمكين معناها sharing power تقاسم السلطة بين
المدراء وبين مين؟ الموظفين، على عكس تفويض السلطة اللي هي من مبادئ هنا لفيو. تفويض السلطة كانت تعني delegation of authority، تفويض السلطة. والسلطة ايش تعني أصلا؟ السلطة هي إعطاء الحق للمدراء في اتخاذ القرار، السلطة يمتلكها مدى المدراء. فعندما تفوض أن تجزء من السلطة يعني من الحق هذا اللي هو ممنوع لك، تفوض تفويض للموظفين يعني تعطي للموظفين جزء من الصلاحيات أو تعطيهم الحق في اتخاذ القرارات في بعض الأشياء يعني، مش بكل المواقف. فهذا يعتبر التفويض، وإذا أخطأ الموظف من الذي يتحمل المسؤولية؟ المفوض يتحمل، لا المفوض، المفوض وليس المفوض. لكن التمكين لا، التمكين لا، التمكين يتحمل، التمكين هذا يعتبر يعني يقال في التمكين إنه يعطى الموظف كل المعلومات والبيانات الخاصة للتمكين الذي يقدم له في وظيفة ما. ترى انا كمدير اشتري مكان واحد من النواب في مثلا المدير الفني، فانا كمسؤول ان اقدم كل المعلومات والبيانات واللوائح والقوانين، ومن هنا ابدا ايش؟ احاسبه اذا كان هنالك قرار خاطئ في حاله نازل منحت له التمكين. ممتاز. التمكين ايضا مش الا فقط المعلومات مثل ما تفضل زميلكم، التمكين حتى عندما نمكن الشخص مش بالامر السهل يا شباب، قد ربما يخطئ في اعماله. أنا ربما أمكن أشخاص ما عندهمش هاي كواليفيكيشنز، يعني ما عندهمش مؤهلات، ممكن يخطئ في الأعمال، إذا لازم يحتاج إلى عملية سبورتي دعم. من ضمن هذا الدعم يعني اللي هو لازم نوفر له كافة المعلومات والبيانات، وأيضا نوفر له إيش؟ الوسائل. نوفر له الوسائل، التدريب تأهيلا، لازم نعمل له عملية التدريب بشكل إيش؟ بشكل مستمر. إذا نوفر له التدريب ونوفر له أيضا المعلومات التي يحتاجها، وش كمان نوفر له؟ هذا لمين؟ للموظف اللي نعطي له تمكين. 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 التفويض الآن ما فيش تفويض. التمكين نعطي له الحرية والاستقلال في اتخاذ القرارات، ويتحمل المسؤولية مسؤوليته تجاه القرارات التي ايش يتخذها. يعني رفع قدرات الموظف على اتخاذ القرار دون الرجوع الى الاداره. هذا التمكين ليس لا في كل تمكين، بس زي ما قلنا علشان ينجح، علشان تنجح برامج التمكين هذه لازم يحتاج الى عمليه دعم. ويقصد التمكين الجوانب الماديه والماليه هم بكل حاجه قد يتحمل مسؤوليه، ينقذ الاساءه على القرار. الحين احنا عندما مثلا شفنا لا التفويض قدر أخطاء إلى أخطاء أنت يتحمله هو، وأحيانا في بعض الأشياء تتواصل معه، تتواصل معه مثلا بالواتس، تتواصل معه بالتليفون، أمشي هذه ما أمشيش هذه، يقول لك لازم في أشياء في مبادئ معينة تتجاوز، في أشياء كثيرة تقيد صلاحياتك. هذاك عنده صلاحية مطلقة. التمكين. التمكين، صلاحية مطلقة لا ينجحش نهائيا لازم السؤال العلمي اسمه التمكين البدائي طبعا ما تقرأه، شوفوا يا شباب ما تقرأه بهذا التمكين كما الباحثين يخططوا فيه كثيرا. ما زالوا يستخدمون مصطلح التفويض. تفويض الصلاحيات يدخلوها ضمن مصطلحات الخطفات. لأنه ترجمة حرفية، حرفية تمكين امباورمنت هي شيرنج باور، تقاسم سلطة. تقاسم السلطة بين المدراء والموظفين، خلاص لأن السلطة يمتلكها من الموظف، نتقاسم، أنت تتحمل مسؤوليتك وأنا بتحمل إيش؟ مسؤوليتي باستقلالية تامة. ولذلك حتى تنجح برامج التمكين هذه يا شباب، معناها يحتاج الموظف إلى التدريب. ويحتاج إلى إيش؟ الثقة والحوافز. ممتاز، منح الثقة. ويحتاج إلى الحوافز بمختلف أنواعها، إذا يحتاج إلى التدريب. ويحتاج إلى الحوافز. ويحتاج إلى منح الثقة وتوفير المعلومات وأيضا تشجيع العمل الجماعي. إذا توفرت هذه كمان يا دكتور بيئة مناسبة للعمل. وبيئة عمل مناسبة أكيد، بيئة عمل مناسبة. يعني هذه الأشياء مهمة يا شباب. يعني دكتور تدخل بالتمكين تقاسم السلطة. تقاسم السلطة طبعا. غير التفويض. التفويض لغير التفويض.
تفضل هذا يا شباب مبدأ قديم، مبدأ قديم اللي قدمه هنا في الأرض. طيب يا دكتور المعذرة. اسمه delegation of authority، تفويض السلطة. كيف نحن نجي الآن مصطلح هذا الـ empowerment؟ نجي نقارنه بعملية التفويض. التمكين الإداري هذا ينقسم إلى قسمين. التمكين ينقسم إلى التمكين الإداري والتمكين النفسي. في نوعين من التمكين. التمكين النفسي والتمكين ايش؟ والتمكين الاداري اللي يهم احنا التمكين الاداري اللي هي العمليات الاداريه داخل ايش؟ داخل المؤسسه. يعني النفسيه السلوك بجانب مساعده السلوك تقصد النفسي. التمكين النفسي هذا السلوك يعني القدرات العمليه يعني يقول لك ايش؟ سيكولوجيكال يعني اللي هي رفع القدرات النفسية العلمية للشخص يعني بحيث يكون متحمس للعمل، القدرة على الإنجاز، القدرة على تحقيق الأهداف وهكذا، الاستقلالية. في برامج التمكين الإنساني في برامج اسمها برامج التمكين، فبيشوفوا في بينهم يمكنوا إنه يبدوا مصدر رزق. هل هذا له علاقة بكلمة التمكين شو؟ التمكين هذا هو التنمية البشرية يا شباب. سموا خصوصاً تنمية بشرية، تنمية دخلوا كده بالخط يعني على العلم يعني يعملوا لهم مصطلحات يعني مريبة جداً. إحنا مثلاً ما وضحنا لكم عندما أقول لك تنمية بشرية هي ترجمة حرفية لعملية ديفلوبمنت، لأنه في معنا إحنا في إدارة الموارد البشرية المصطلح تريننج أند ديفلوبمنت، التدريب والتطوير. هي هم ترجموا ديفلوبمنت تطويرها بعد تكونه على اساس تنميه يسمونه تنميه بشريه. هذا يتم داخل المؤسسه ضمن وظيفه من وظائف اداره الموارد ايش؟ وظيفه من وظائف اداره الموارد البشريه. وظيفه من وظائف اداره الموارد البشريه. وافرغوها دكتور بدايه تستغلها بدون فصول مباشره. افرغوها من محتواها يعني لانه هي مرتبطه. لا يوجد اذا قلنا لكم يا شباب ما الفرق بين التدريب والتطوير. What is the difference؟ ما الفرق بين شوف هذه التدريب والتطوير هذه يعني سياق يعني وظيفة من وظائف إدارة الموارد. التدريب زيادة أو زيادة مهارة في وظيفة معينة، فتحت وظيفة جديدة دربته نقلته لوظيفة معينة، لكن التطوير قد يكون معلومة عنه بس تطور من مهارة من سلوكه من المهارة القدرة التطوير أشمل من التدريب. نعم. لأن التدريب يؤدي إلى التطوير. ما فيش كلام. على السريع بس نوضح لكم يعني ممكن هذا. التدريب على شيء هو أصل قائم تتدرب على طيب. أما التطوير شيء قائم تطور تضيفه له أشياء. نعم شوف هنا هذا تدريب وهنا إيش؟ التطوير التدريب دائما يعطى للموظفين الجدد. بيكون للموظفين ايش؟ الموظفين الجدد. تدريب لمده 6 أشهر يقول لك عين الموظف لمده 6 أشهر تحت التجربه. هذه 6 أشهر هي فتره تدريبيه. لكن هنا بيكون لجميع ايش؟ الموظفين والمدراء. شامل. والمدراء شامل. طيب بمعنى ان مستويات اداريه انت عندما الموظف الجديد يتوظف يا شباب في بيت عين من مستوى الاول اذا هنا معنا المهارات الفنيه ايوه من المهارات الانسانيه الى المهارات ايش؟ اذا التدريب بيكون على المهارات ايش؟ الفنيه بينما التطوير ما يكون مهارات الانسانيه والادراكيه والإدراكيه. اوكي طيب في المستوى الأدنى عندما يتعين الموظف الجديد انت بتدربه على وظيفه محدده وموظف مختص بها